والهيئات التي تسعى إلى التطوير وتحسين خدماتها. والتحول الرقمي لا يعني فقط تطبيق التكنولوجيا. وهذا اللقاء يهدف إلى دراسة السبل والكيفيات التي ستسمح بتطوير وترقية نظام بيئي ملائم، ان ايكوسيستيم دو لا نوميريزاسيون، الذي سيساهم في إسراع عملية التحكم أو التحول الرقمي. هذا النظام البيئي لما يكون متطور سيكون عاملا أساسيا في الإسراع والعمل على رقمنة الإدارات ورقمنة المؤسسات والرقمنة بصفة عامة، وسيكون في الحقيقة دعم لجهود الحكومة المبذولة في هذا المسح الشامل.